السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفه اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره عن كيك بالبرتقال والحامض. كيجي خفيف وغنسقيوه بواحد الصلصه من الفوق، كيجي بنين بزاف. المقادير عندنا 4 البيضات، كاس ونص ديال السكر سنيده، نص كاس ديال العصير ديال الحامض، قشره ديال الحامضه مغسوله مزيان وكنشفوها من بعد كنحكوها، كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير البرتقال، 2 خمارات، كل كيس فيه 8 غرام، 7 غرام سكر منسم بالفانيلا، واحد شويه ديال الملحه، وثلاثه الكيسان ديال الدقيق العبار بكاس العنبه اللي فيه 150 ملل. غادي نبداو في الطريقه. كنجيب الخلاط الكهربائي ديال العصير، كنديرو فيه البيض، بعد كنضيفو السكر الفاني، غادي نديرو جميع المقادير الا الدقيق والخميره ونخليهم حتى الاخير. دابا غادي نسدو على كل شيء ونطحنوه مزيان. كنجيبو كنديرو في واحد الاناء كبير اللي غادي نخلطو فيه كل شيء. والبيض كيكون على درجة حرارة المطبخ دائما. بالنسبة للعصير ديال الحامض والعصير ديال البرتقال، ملي كنعصروهم كنصفيهم عاد كنديرهم في الكيك. دابا كنضيف الدقيق، وانا كنطرب غير بالطراب اليدوي الدقيق اللي غربلته من قبل. غادي نزيد الكاس الثالث. في الاول درت غير 2 كيسان، بان ليا الخليط مازال جاري شي شويه، كنضيف الكاس الثالث وكنعاود نخلط كلشي مزيان. بات في اخر مرحله كيكون هذا هو القوام ديال الكيكه. كنضيف هذوك 2 ديال الخمارات، قبل ما نضيفهم كنغربلهم باش كنحيد منهم هذوك الحبيبات اللي كيكونوا لداخل. دابا كنجيبو مول دائري او اللي كتكون فيه الحفره الوسط حسب الاختيار ديالكم، غير ما خصوش يكون صغير صغير حيت هاد الكميه ديال الكيك كتجي كثيره، كيخصها واحد المول اللي هو كبير. كندهنو بالزبده ورشوه بالدقيق. وكنخويو فيه هذاك الخليط ديال الكيك. دابا غادي ندخلها الفران اللي كيكون بارد، كنشعلو غير من التحت، كنقص عليها نار مهيله بزاف حتى كتنفخ وكتبان ليا تحمرات من الجناب ديالها، عاد كنشعلي لها الفوق باش كتحمر من الوجه صافي. وكنخرجوها، ملي كنخرجوها كنخليوها كتبرد واحد شويه، عاد كنقلبوها فوق واحد الشبكه. بالنسبه للصلصه اللي غنسقي بها الكيك، عندي نص كاس من عصير الحامض، سكر كلاصي، السكر بودره، وكاس ديال عصير البرتقال. غادي نديرهم في واحد اناء كبير وغادي نخلطهم. بعد غادي نبدا نضيف عليهم هذاك السكر كلاصي شويه بشويه حتى كنحصل على واحد الصلصه اللي كتكون خاطره شي شويه، هي باش غادي نسقي الكيكه ديالي بعد ما كنخرجها من الفران.
الكيكه بعد ما بردت وتاكدت من انها ما لصقاش في المول، كنقلبها على الشبكه باش كتبرد مزيان. كنحطوها في طبق ديال التقديم وكنسقيوها بهذيك الصلصه اللي حضرنا ديال البرتقال والحامض، وكنضيف هذيك الصلصه ضفت فيها شويه ديال الحبوب الخشخاش، هما اللي كيبان لكم تكون نقيطه كحلين من الفوق. صافي، وكنقدموها بالصحه والراحه. كتجي لذيذه ومنعشه بزاف بالحامض والبرتقال. غادي نقطعها باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. هي كتجي رطبه، ومني كنسقيوها كتزيد ترطب وكتجي فيها واحد المذاق رائع جدا. كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش تخليو ليا جيم، تشتركوا معايا في القناه الى كنتو باقي ما مشتركينش، وما تنساوش تفعلوا الجرس. بالنسبه للناس اللي ما كيوصلوهمش الفيديوهات ديالي او الاشعارات، فكتلغيو الاشتراك وكتعاودوا تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. كيكون هذا هو الشكل النهائي الكيكه ديالنا. غادي نوريكم كتجي هشيشه من الداخل وخفيفه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.